خط مستقيم يقف على الصدر ثم منحنى لأعلى. هلالو هنضع عليك الضمة. هل هذه كلمة يا نشوى؟ لا، هذه حروف صحيحة. طيب حتى تصبح كلمة ماذا أفعل؟ لابد أن أشبك الحروف. كيف؟ هنا أول حرف، حرف الهاء. تبي حرف الهاء هي تحت كسرة، أسفل الحرف كسرة، هي لا. اللام عنده منحنى. أحسنتي. ما معنى المنحنى؟ إنه سوف يفرد يده على السطر. أحسنتي يا نشوى. هي لا مد بالألف يا أصدقائي، وجاء بعد حرف اللام، وهذا سر أيضا. عندما يأتي المد بالألف وقبله حرف اللام، كيف أضع حرف المد بالألف؟ كيف أكتبه؟ داخله. إزاي يعني يا ريم داخله؟ يعني رجله كده. آه يقعد في حضنه هكذا. هنا أحسنتي يا ريم، أشكرك. هكذا؟ وهذا الحرف يسمى ها اللام. ولا نضع عليها أي شيء. وأخيرا حرف اللام، وهكذا قم
الحروف. صحيحة. أنا هقول الصوت وأنت هتكتبي الحرف. هيا بينا يلا. أول حرف هو هو ها. حرف الهاء ضمة. هكذا ثم دائرة لأعلى. ضممت فمي ويدي فهي ضمة. هد د د د ها. ت ت أنا نطقت هذا الحرف هكذا قلت هد ت. هد ولا قلت هد د د د د حرف الدال. يا ريم أحسنتي. خدت الماء من الخلف خط على السطح ثم خط المستطيل ثم منحنى لأعلى. هد قفت سكون. هذه علامة السكون لأنها ساكنة. وقف صوت الحرف. أحسنتي. هد مرة أخرى. شفت الكلمة دي سهلة زي أصدقائي. هد ها حرف الهاء وحركته ضمة. أحسنتي. وأخيرا حرف هد. هد ده سهلة يا ميس أم. شبه بعض جدا. الجزء الأول يشبه الجزء الثاني. طيب هذه كلمة كما تعودنا ليست كلمة. سنشبك الحروف حتى كلمة. نكون كلمة. يلا يا ريم تفضلي. أول حرف والهاء. ها. وحرف الهاء من الحروف المتصلة التي ستشبك في الحرف الذي يليه. والحرف الذي يليه هو حرف الدال. حرف الدال. شبك يا ريم. ضايع علامة السكون. أما بقى حرف الدال من الحروف الرافصة التي لا تشبك في الحرف الذي يليه. والحرف الذي يليها يسبقها. أحسنت. الهاء. خد خد. وحرف الدال عليه ضمة يا ريم. أحسنتي. وهنا أيضا المفروض يكون عليه ضمة. أحسنتي يا ريم. أحسنتي تفضلي. هل هذه الكلمة بها أي حرف من حروف المد؟ لا يا جماعة. طيب القاعدة بتقول إن إحنا أي كلمة نقوم بكتابتها نقوم بتحليلها إلى حروف صحيحة بدون حركة. هيا بنا نحللها إلى حروف صحيحة بدون حركة. هكذا بها أربعة حروف أيضا. أول حرف هو حرف الهاء. حرف الهاء ماله؟ صحيح بدون حركة. ثم حرف الدال. أحسنتم. بدون حركة. ثم حرف هاء. صحيح بدون حركة. وأخيرا حرف الدال. صحيح بدون حركة. بدون حركة يعني من غير لا فتحة ولا كسرة ولا ضمة ولا سكون. الآن نحن انتهينا من الثلاث كلمات لحرف الهاء. منحنى يقف على السطر ثم دائرة تلمس المنحنى من أعلى ثم لأسفل وخط مستقيم على السطر وفي وسط الكلمة يفرد يده الأولى ثم دائرة لأعلى ودائرة لأسفل ويفرد يده على السطر ثم شكل الهاء في آخر الكلمة هكذا ثم عصا لأعلى ونصف دائرة أعلى العصا هكذا ولا نكتب عليها أي نقط. وحرف الهاء عليه فتحة ليكون صوته ه وتحته كسرة أسفله كسرة حتى يكون صوته هي وأخيرا الضمة هكذا ويكون صوته هو. أما هنا فيقوم الطفل أيضا بكتابة هذه الكلمات بالضبط الآتي ه عليها فتحة را مو ولكن حرف الميم سيكون هكذا منحنى للخلف يعني نغلق حرف الميم منحنى للخلف خط نائم على السطر ثم خط مستقيم لأسفل والكلمة الثانية كلمة هلال الهي تحتها كسرة أسفلها كسرة هي لا اللا زي ما اتفقنا أن هذه هي اللام ألف اللام عليها فتحة والمد بالألف داخل أو يجلس داخل حرف اللام وأخيرا اللام عليها ضمة وكلمة هدهد الهاء عليها ضمة هد وقف صوته حرف الدال إذن هي علامة السكون وهو دو هد هدو. ف
سيكون مطلوب لكتابة هذه الكلمات في المنزل. وهنا كلمة هذه صورة هرة، إذن هو حرف الهاء كسرة. وهنا هدية، إذن هي الهاء فتحة. وهنا هدى، إذن هي الهاء ضمة. سيقوم الطفل بكتابة هذه الكلمة ثلاث مرات. أما هنا سنقوم باستخراج حرف المد بحيث يكتشف الطفل ما هو الصوت الطويل في الكلمة. وهنا كلمة هاتف، الصوت الطويل هو المد بالألف، نضع عليه دائرة. وهنا زبور، ما هذا الصوت الطويل؟ هو المد بالواو. أما هنا سيقوم بكتابة كلمة هرم وهلال وهدهد، والطفل أيضا قام بكتابتهم هنا. سيقوم بكتابة هذه الكلمات، وكلمة هرة سيقوم بتوصيلها. نقرأ الكلمة ثم عليها أن يكتشف الهرة أين. وأخيرا كلمة هدية سيقوم بوضع الحرف الأول منها مضبوط وهي هاء فتحة هدية.